مستعدون لتقديم الدعم للصليب الأحمر لإيصال المساعدات إلى السكان المدنيين، ونعرف أن الصليب الأحمر يسعى لإنجاز وظيفته من دون أي انحياز وفقا للتفويض الذي لديه. للأسف ليس لدينا أساس للاعتماد على الإنجاز من قبل أوكرانيا لأعمال الأمور الإنسانية، ونأمل أنه ستتخذ إجراءات لضمان تبادل المعلومات عبر الصليب الأحمر الدولي لكي يتم هذا لمصلحة حل القضايا الإنسانية وليس لتسييسها. ونحن نعول بأن الجهود للصليب الأحمر سوف تأتي بثمارها، واتفقنا على الاستمرار في العمل في حول هذه القضايا عبر وزارتنا ووزارة الدفاع. ولذلك فإن محادثات اليوم، أنا واثق من أن السيد ماور وفريقه سوف يقدم اقتراحات إضافية، ونحن مستعدون للنظر بها ولتقييم الوضع والقرار اتخاذ القرارات لحل المسائل المطلوبة عبر منظمة الصليب الأحمر. وأرى أن هذه الزيارة جاءت في وقتها، وأنا أتقدم بالشكر لأن منظمة الصليب الأحمر وما تقوم به على الأرض. شكرا.